الأعزاء متابعو تلفزيون سوريا على منصات التواصل الاجتماعي، نحن الآن على جبل عرفات أو جبل عرفة ويصح الوجهان، قبيل أيام من موسم الحج أو من بدء المشاعر الخاصة في هذا الموسم. ومعنا فضيلة الشيخ أسامة عثمان رئيس المكتب الديني في لجنة الحج العليا السورية ليتحدث لنا عن جبل عرفة. لماذا المسلمون عموما يصعدون إلى هذا الجبل في موسم الحج؟ وهذه البقعة التي نحن فيها، حبذا لو تحدثنا بشكل مفصل عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرفات ليست هي جبل، إنما هي مجموعة تلال وجبال صغيرة، ولكنها في بقعة جغرافية كبيرة فيها أرض منبسطة وفيها بعض التلال، منها جبل الرحمة ومنها تلال أخرى، كلها موجودة في داخل منطقة عرفات. ترى الأماكن الآن فارغة ولا يوجد أحد، لكن في يوم عرفة ستجد هذا المكان مكتظا، وتجده قد امتلأ بالناس، وستجد فيه من كل حدب وصوب الناس من كل مكان في العالم، كلهم يقصدون هذا المكان ليتواجدوا فيه قبل غروب الشمس وبعد غروبها بشيء قليل، يدفعون ويخرجون من هذا المكان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرسولنا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه خرج يوم التروية باتجاه عرفة. يوم التروية كان في منى، ثم خرج بعد أن صلى الفجر فوصل إلى وادي عرنة، وهو الوادي الذي يفصل عرفة عن المزدلفة. فلما كان في هذا الوادي يعني حكم وقت صلاة الظهر، يعني فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوادي، واجتمع حوله المسلمون وبدأ بخطبته، فصلى فيهم الظهر والعصر وخطب فيهم تلك الخطبة التي سميت بخطبة الوداع، لأنها كانت في حجة الوداع، وهي الحجة التي لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وسميت بالوداع لأنه قال في خطبته: خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. فبعد أن انتهى من خطبته دفع فأتى إلى هذا الجبل الذي وهو جبل الرحمة، وهو يقع بعد هذا المخيم، قد التصوير يعني بسبب الأشجار ما يظهر هذا الجبل. فوقف عند الصخيرات في الجهة الجنوبية الغربية من هذا الجبل الصغير، وهو جبل الرحمة، عند الصخرات وقف هناك وأخذ يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى أن غربت عليه الشمس، فركب على ناقته ثم قال للناس: ادفعوا. وكان يقول لهم: السكينة السكينة، يعني امشوا بهدوء وسكينة، لا تتزاحموا ولا يكون بينكم ذلك الخلاف الذي يكون من الازدحام وغيره. فكان يقول: ادفعوا، وكان يشير إليهم بالسكينة السكينة، فخرج من هذا المكان بعد غروب الشمس باتجاه المزدلفة.